إسرائيل بدأت هذه الحرب منذ عملية 7 أكتوبر، واتخذتها ذريعة لتنفيذ كافة المخططات لتصفية القضية الفلسطينية وتصفية الشعب الفلسطيني، طالما أن جوهر الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع وجود على هذه الأرض، فهي اتخذته كذريعة لتنفيذ كافة المخططات الداعية إلى تهجير قطاع غزة. في عرضكم تتحدثون عن الإعانات، وبالتأكيد الإعانات لا تريد إسرائيل إدخالها إلى قطاع غزة لأنها تريد تفريغه، وبالتالي لا تريد أي إعانات أو مساعدات طبية أو صحية أو مياه أو أي شيء يجعل من صمود أهلنا في قطاع غزة ووجودهم على هذه الأرض، وبالتالي هي تختلق العديد من الذرائع لمنع هذه المساعدات، تضرب المستشفيات، تبعد في القتل في أقل من 15 ساعة، يعني منذ بداية الليلة الماضية إلى الآن أكثر من 12 مجزرة في قطاع غزة، ضحايا بالآلاف، إصابات بالآلاف، هي تعظم كل تلك الخطوات. وإذا نظرنا إلى كل هذه السياسات وربطناها في بعضها البعض، نكتشف بأن الهدف هو تفريغ قطاع غزة تهجيرا قسريا، إما باستراتيجيات عسكرية أو حتى من خلال الدبلوماسية الساعية إلى إيجاد أماكن لهم في دول العالم. أستاذ يحيى، دكتور يحيى، حاليا الحديث هو عن مرحلة ما بعد غزة، من يحكم قطاع غزة، مع أن الأمم المتحدة تصرح دائما بأن قطاع غزة لم يعد صالح للسكن، من يحكم قطاع غزة في ظل هذه الظروف الكارثية الإنسانية؟ يعني هذا سؤال أنا أعتبره ملغوم، لأنه التفكير في، يعني أمس فض اجتماع للخارطة الحزبية في إسرائيل وحكومة الحرب، لأنهم لا يريدون الحديث بشكل حقيقي وجاد حول الطرف الفلسطيني، هم فعليا يريدون إنهاء هذا الطرف وليس التفاوض معه، إن كانت السلطة، إن كانت منظمة التحرير، إن كانت الفصائل، هم لا يريدون أي فصيل أو طرف، هم يتحدثون عن تفريغ سكان قطاع غزة، هم يريدونها أرض جرداء قاحلة، وبالتالي يصبح الحديث عن مستقبل قطاع غزة أو اليوم التالي للحرب لا يتوافق مع توجهات واستراتيجيات وسياسات هذه الحكومة. حتى زعيم المعارضة لبيد لا يتحدث عمن يحكم قطاع غزة فيما بعد الحرب، هم يتحدثون فقط عن إبادة قطاع غزة، وبالتالي هم بالأمس خلال 3 ساعات لم يخرج أي شيء يتعلق أو حتى أي فكرة حول مستقبل قطاع غزة. لماذا؟ لأن هذا يتعارض مع سياسة الحكومة، سياسة حكومة الحرب الإسرائيلية التي تقول بأن الحرب ستستمر أيضا 6 شهور، هذا يتعارض مع الدبلوماسيين الجدد الذين تخرجهم إسرائيل إلى العالم، هناك وفد من 6 عائلات لأسرى إسرائيليين في قطاع غزة يذهبون إلى قطر الآن، وليس من المستبعد أن يذهبوا إلى الأمم المتحدة. إسرائيل تبحث عن ذرائع لاستمرار حرب الإبادة في قطاع غزة. لكن دكتور يحيى، في ظل الصمت الدولي والتراخي العربي، هل من الممكن أن تستمر الحرب لشهور كما تصرح إسرائيل؟ بالضبط، هذا هو الحديث الحقيقي والجاد الذي لا بد أن ننتبه إليه. إسرائيل تبحث عن ذرائع جديدة، ذرائع وروايات حتى وإن كانت كاذبة أو بالأحرى يعني غير منطقية بالمطلق، وإنما تريد إقناع العالم في ظهرها الولايات المتحدة التي تصدق كل الذرائع والروايات الكاذبة. الآن تتحرك الأسرى أو عائلات الأسرى في دول عربية، ومن المحتمل أن تذهب إلى الأمم المتحدة. إسرائيل تبث صرخة وصر... عفوا تبث صرخات لجنودها
وواقعهم المأساوي في قطاع غزة. ليس هذا عبثا، وإنما تريد أن تقول للعالم بأنها تحارب إرهابيين وليس ناس عزل معدومة أو تعدم لهم الحياة في قطاع غزة بالمستشفيات ومأكل ومشرب، وبالتالي هي تعتمد على رواية زائفة، تعتمد على بعض البروباغندا الإعلامية الكاذبة كسرقات جنود كأسرى. هي تريد استدامة واستطالة مدة هذه الحرب. هي تعتمد أيضا على الولايات المتحدة التي عطلت مجلس الأمن وكل مؤسسات الأمم المتحدة وكل حتى المؤسسات الدولية المتخصصة في الصراعات والنزاعات والحروب كمنظمة الصحة العالمية، الصليب الأحمر الدولي، هم لا يستطيعون إدخال المساعدات. هناك روايات أيضا إسرائيلية زائفة تتحدث بأن هناك قد يكون تهريب أسلحة ضمن هذه المساعدات، وبالتالي كل ما نشاهده الآن هو استمرار للحرب. تحاول إسرائيل إقناع العالم بضرورة استمرار هذه الحرب لفترة زمنية أطول، وبالتالي يصبح نقاش ما بعد الحرب أو من يحكم غزة هو ترف فكري في ظل حكومة يمينية متشددة تعتمد على حتى الأفكار الشعبوية الإلهية. هي لا تخطئ، نتنياهو لا يخطئ، حتى أمس التظاهرات أو الخلافات ما بين أقطاب الحكومة بأن هذه الحكومة لم تخطئ أبدا، وبالتالي تصدر للعالم بأن كل ما تقوم به من إبادة في قطاع غزة هو أمر طبيعي لأن الجنود يصرفون، عائلات الأسرى، ولكنها تنسى أو تتناسى وتتجاهل، والعالم يصمت للأسف الشديد. العالم يصمت، نحن أمام أكثر من 10% من سكان قطاع غزة الآن. أنا أتحدث فقط عن الخسائر البشرية، هم متضررون، أعداد الجرحى والمفقودين والأسرى، أعداد الشهداء والضحايا توضح بأن أكثر من 10% حتى في قطاع غزة أصبحوا ضحايا لهذه حرب الإبادة المعلنة في قطاع غزة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور يحيى قعود الباحث في العلوم السياسية والسياسات العامة على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من قطاع غزة.